وهي شرس راح اشير شاشتي. هاي شيرنا، هاي خلينا احطك انت موجودة بكر اول واحد. ها هاي كوبي، وهي بكر موجود. الله اكبر، الله اكبر. طيب اليوم راح ابلش ان شاء الله في موضوع اللي هو حكيت عنه المحاضرة الماضية، اللي هو موضوع شيء اسمه الاري ليست. الاري ليست هي نفس الاري، بس فيها ميزة احسن من الاري. دائما الاري ليست، او خلينا نحكي الاري العاديه، دائما الحجم تبعها فيكست، يعني حجمها ثابت. فاحنا المره الماضيه عملنا اللي هو مثال الموظفين، مثلا انه بدي عده موظفين اخزنهم في الاري عشان اسرع اسوي عليهم استفسارات، مثلا اطبعهم ترتيب تصاعدي، اطلع من رواتبهم فوق هالقد من تحت هالقد. بس شو كانت مشكله دائما الاري؟ انه حجمها ثابت. يعني مثلا انا عندي شركه، بقدرش اقول والله ثبت عدد موظفينا، فهو بقول لي انا ممكن عدد موظفين يزيد ممكن ينقص، فانا ما بقدر اجي على استخدم الري العاديه. كنا زمان نستخدم الري العاديه بس نضحك يعني فيها على السيستم. كيف مثلا اقول مثلا هاي الشركه، بقول له تقديراتك قديش اقصى حد ممكن للموظفين يجي عندك؟ قول لي مثلا 100، فاحنا نعرف الري بالمية بس ما نعبيها كلها، نصير نحط انه مثلا حتى هلا عندي موظفين، احط اعلى قيمه ممكن توصلها في الاندسيز تبعت الاري 2. هذا الحكي صح بس يعني مش عملي. هلا صار في الجافا طوروا شيء اسمه الري ليست كلاس، عملوا كلاس جاهز في الجافا انه شيء اسمه الري ليست. شو الحلو فيها الري ليست؟ هي تقريبا نفس الاري العاديه، بس هاي دايناميك. خلينا نيجي نحكي كيف اقول دايناميك او فليكسبل، يعني بقدر اكبرها بقدر اصغرها، بقدر ازيد عدد الخانات فيها وبقدر انقص عدد الخانات اللي فيها. تعال نشوف مع بعض اليوم، نبلش نحل مثال على الاري ليست. طبعا هاي الاوامر تبعتها جاهزه، هلا بشرح لكم اياها. تعال نشوف مع بعض، نروح على الجافا. هاي هون بدي ابلش اليوم احنا مثالنا اللي هو الليسون 16 الاري ليست. هاي المين كلاس. عشان اكسب الوقت بديش اقعد انا اعمل كلاس من اول وجديد. بدي اروح مثلا على اللي هو الدرس 14، عملنا فيه مثال الموظفين كلاس الامبلوي اللي شرحناه وحطينا له كل شيء للسترز والجيترز. بدي اجيبه على مثال اليوم. شو حكينا؟ ابسط طريقه رايت كليك، ايش بنعمل؟ كوبي. هي عملت كوبي، باجي على الباكج اللي بدي احطه فيها اللي هي الليسن 16، يعني اخذته من عند الليسن 14 وين وديته؟ على الليسن 16. باجي رايت كليك هون، شو بقول له؟ بيست. في عندك خيارين، يا ريفاكتور كوبي يا كوبي، يعني بكوبي بيست عادية يا مع ريفاكتور. أنا أفضل تستخدم مع ريفاكتور. واحد بيقول لي ليش؟ أجين يعني هلا دائما أي كلاس بدك أنت تحطه اللي هو كلاس الإمبلوي يجب أن يتبع لباكج. يعني هلا هذا الكلاس اللي كنت ماخذه من لسن 14، اللي هو بلسن 14 إيش اسم الباكج؟ هاو تو كومبير أوبجكت. هلا أنا بدي أعمل له ريفاكتور بحيث إنه أقول له ها ريفاكتور. بالواحد شو يعني المقصود ريفاكتور؟ يعني بس اللي عدلته اللي هي صار هنا اسم الباكج لهذا الدرس اللي هو، او عفوا هذا الكلاس، الكلاس الامبلوي شو اسمه؟ لسن 16 الري ليست. قبل كان هون في لسن 14 شو كان اسم الباكج؟ لسن 14 كومبير اوبجكت. فعمليه نقل الكلاسات بكل بساطه انه زي ما بدك الكلاسات، بس دائما حافظ انه نفس الكلاسات تيجي نفس اسم الباكج تبعتها معها. هاي ابسط طريقه لاعاده استخدام الكلاسات. فهلا صار عندي بلسن 16 صار في عندي كلاس ايش اسمه؟ امبلوي. خليني بالله عشان اميز هيدا، اذكر الامبلوي الاول والامبلوي الثاني وارجع للتاكيد، افتح هون على لسن 16 هي لسن 16. هلا في عندي كلاس اسمه امبلوي بدي ابلش اتعامل معه. خلينا نعرف طارق، هي ستاتيك. واليوم بعلمكم كمان شغله حلوه ان شاء الله، اللي هي نعمل منيوز ستاتيك سكانر. هي سكانر، خلينا نقربها للجهاز. سكانر مثلا هي تبع جافا يوتيل، اسمه انبوت ويساوي نيو سكانر، نيو سكانر من سيستم دوت ان. حطيته بهذا الشكل وهي ببلش. واحد بيقول لي طب اسمع، انا بدي اعمل مثلا نظام قبل ما ابلش انشئ في الاري ليست. مثلا بعمل نظام يكون في عندي مثلا اول ما اشغل السيستم تطلع لي قائمه ايش حابب تسوي. هذا نظام للموظفين مثلا كاستفسارات عليهم. مثلا ممكن اعمل اضافه موظف، حذف موظف، عرض الموظفين، البحث عن موظف، الفلترة مثلا مين الموظفين اللي رواتبهم بين كذا كذا كذا. خلينا نجرب مع بعض نسوي شغلة حلوة. فأول شغلة قبل ما أبلش في الأري ليست اليوم،
تعلمكم مثلا كيف نعمل هيك نظام بسيط حلو انه يجذب عن جد، يعني نحس انه بلشنا نشتغل شيء حقيقي من واقع العمل. فهلا انا بدي اعمل لليوزر منيو، اول ما يبلش نرسم له منيو. فواحد بيقول لي كيف يعني؟ يعني مثلا بدي احكي كبدايه بقول له كسيستم دوت اوت، بقول له هون مثلا سيلكت وات يو وونت مثلا تو دو، يعني اختار شو اللي بدك تسوي. هاي رساله بتنطبع الواحد. طيب تعال شوفوا والله معي. فقول لي طيب شو بدنا نسوي مثلا سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، انه واحد نختار واحد ايش يعني بتسوي؟ مثلا بتقول له اد نيو امبلوي، ضيف لي موظف جديد. هاي خيار واحد. بقول لي طيب هذا خذها كوبي، مثلا بدي اد نيو امبلوي، وبعدين بدي اثنين مثلا، خلينا نجي نحكي اثنين، خلينا نجي نحكي بلاش جديد، خلينا نحكي شو اول امبلويز. وهون هاي بيست لهاي، هون ثلاثة مثلا ديليت، يعني تعطيه خيارات انه شو يقدر يسوي. هاي ديليت امبلوي، امبلوي باي نيم، باي نيم يعني احذف ال، او بلاش باي نيم، باي نمبر. خلينا اوزعها عشان كمان اذكركم بقصة الواحد. طيب مثلا خلينا نكتفي لحد هون، وبدي اجي احط مثلا سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، مثلا خلينا بلاش نحكي اربعة، زيرو تو اكزت. انا اخترت زيرو يعني اللي هدف، ما هلا تفهم على اكثر، لاني راح اضيف خيارات كمان، يعني في خيار 4 و5 و6 و7. فبديش اقعد اعمل شيفتنج للهاي، زيرو تو اكزت. هي احطها هيك. لو واحد بيقول لي شو يعني هذا؟ يعني بكل بساطه اللي بده يصير انه بس اول ما اشغل نظامي ما بيمشي زي الطريقه التقليديه، بيطلع لك منه زي هيك. شو بدك تسوي؟ والله حابب تضيف موظف اكبس واحد، حابب تعرض كل الموظفين اكبس اثنين، حابب تحذف موظف من خلال انه تدخل لي رقمه واحذف لك اياه اكبس ثلاثه، حابب تطلع اكبس صفر بيطلع السيستم. الواحد طيب كيف اسوي هاي؟ انا اعلمكم كيف نسوي المنيو بهذا الشكل، المنيو تعمل لي كنترول على الاوامر اللي بدي انفذها ببرنامجي. طب واحد بيقول لي كيف؟ هلا دائما الذكي، اول شيء لا تحط كل الكود في المين. واحد بيقول لي كيف يعني؟ يعني مثلا هذا اللي حاطه هون انه كيف اطبع كيف كذا، اللي هي طباعه المنيو، ما بحطها هي كلها، باجي بشيلها من هون كات. طبعا في طريقه اسهل اسمها ريفاكتور، بس بحبش اكتبها، انا بحب اكتب كل شيء. مثلا هون بحكي عندي بابليك ستاتيك، بما اني في المين فهي ستاتيك. مثلا هون void هذا مثل راح اسميها draw منيو. في عندي ميثود جاهزة، أو مش ميثود جاهزة، ميثود أنا برمجتها إيش اسمها؟ درو منيو. يعني حطيت كل هدول جوا درو منيو. واحد بقول لي طيب، بقول له هي عشان تشوفوا معي هون. هلأ بدي أصير أحكي أول ما يبلش المنيو، بدي أعلمكم طريقة حلوة إنه كيف تضلوا مثلا كل شوي يطلب منك شغلة يسويها يعاود يرجع لك للمنيو، يطلب منه شغلة يسويها يرجع لك على المنيو. يعني هون بحط زي حلقة دوران. واحد بقول لي كيف؟ هاي حلقة دوران طبعا مش معدودة، يعني ما بعرف كم من مره اليوزر بده يضل يطلب مني شغلات، فهي نسميها سنتينل لوب. طلع شو بدي اسوي؟ بدي اقول في عندي انت تشويس اللي هو الخيار ويساوي سالب واحد. واحد بقول ليش حطيت سالب واحد؟ بقول له لانه ما في عندي من البدايه ولا خيار قيمته سالب واحد، يعني الخيارات عندي من صفر لثلاثه. بقول لي طيب انا بفهم علي. هون بدي اقول له دو، وبدي اجي اقول له هون هي انه انت، هون وايل. هاي اذكركم فيها بمبادئ البرمجه، يعني دو وايل استمر في الدوران طالما انه التشويس، احنا امتى بنطلع حسب المنيو تبعتنا؟ لما يكون الخيار تبعي صفر. طالما انه التشويس لا يساوي صفر طلعك استمر في الدوران. طبعا دو وايل نفس الوايل، بس شو الفرق بيناتهم؟ هاي بنسميها بوست تيست، هذيك بنسميها بري تيست. واحد بيقول شو يعني بوست تيست وبري تيست؟ يعني هاي الدواء اللي راح تنفذ لفة واحدة على الأقل، بعدين تشيك على الشرط المنطقي إنه ألف ولا أطلع. هلأ إحنا شو بنسوي؟ نحكي له استمر في الدوران. فأنا بلشت الإندكس، بلشت عفواً التشويس تبعي بسالب واحد، فبدخل هون دو بنفذ whatever شو كان محطوط هون. طالما إنه التشويس لا يساوي صفر ارجع إيش سوي؟ لف.
طالب من الشرط تقول ضل في ايش اسوي لف لما يصير الشرط فولس. واحد بيقول امتى بيصير فولس؟ لما اكون انا معطيه تشويس قديش قيمته زيرو، اذا اعطيته زيرو شو بيسوي؟ بيطلع. بقول واحد طيب يعني عشان تفهم معي، بلش البرنامج خلي تشويس سالب واحد، روح ارسم منه. انا شو بقول له هون اللي هي خلينا نحكي احنا سميناها درومينو، بقول له روح استدعي درومينو. هاي استدعى درومينو رسم منه. بقول له طيب هلا بدي اصير احكي له هون مثلا بدي اقرا التشويس تبعه. بقول له واحد طيب كيف اقرا التشويس؟ بقول له تشويس بهذا الشكل يساوي input dot ايش dot next اللي هو احنا حطيناه طبعا قيمه انتجر تشويس بهذا الشكل. طيب بقول له واحد طيب ورجيني يعني طلع بالله معي مثلا هلا لو حكيت هنا اف 6 بلشت هاي. قال لي شو بدك تسوي؟ مثلا قلت له بدي اضيف موظف جديد، فلو كبست واحد هلا راح يضل يلف. يعني نعتبر انه انا كاتب كود اضافه موظف، فانا ضفت موظف ونعتبر انه موجود يعني كود. هلا راح نسويه هو اضاف موظف ورجع رسم لي ايش المنيو. مثلا قلت له بدي اعرض كل الموظفين، كبست له اثنين شو سوى؟ عرض مثلا نحكي كل الموظفين ورجع لي للمنيو. قلت له بدي احذف موظف، هاي ثلاثه حطيت ثلاثه، طلب مني مثلا ادخل رقم الموظف وحذفه ما طلع. بظله إشي يسوي ياخذ خيارات. طب واحد يقول لي لو دخلت له 10 لو دخلت له 11 هذا اللوب راح يضل يلف للابد لحين فقط ما ادخل قديش تشويس يكون عشان يطلع صفر. فلا هي محطه صفر، مجرد ما تكبس صفر شو سوى؟ انتهى برنامجي. هذا بنسميه سنتينل لوب، انه تكراراته شو مالها مش معلومه، بضله يلف قد ما بدك. الشرط التوقف تبعه انه اليوزر معتمد على قيمه ادخال اليوزر اللي هو قديش يدخل عشان يطلع صفر. فانا يعني عملت زي منيو بسيطه انه شو انت والله حابب تساوي، فحط لي الخيار تبعك 1 2 3 4 اللي بدك اياه. طيب والواحد حلو. طيب مثلا بقول له لما اختار واحد بدي اضيف موظف، طب تعال تكرم عينه، كيف بدي اصير اخيره؟ اذا اختار واحد سوي كذا، اذا اختار اثنين سوي كذا. دائما نحكي احنا بالعاميه او في البرمجه عفوا، اذا اشترطنا بقدر استخدم الجمل الشرطيه. والواحد استخدم اف ولا سويتش؟ بقول له دائما تسأل حالك هل المدى اللي انت بدك تقارن فيه متصل ولا منفصل؟ فهلا احنا عندنا المدى منفصل يعتبر. واحد بيقول لك كيف يعني منفصل؟ يعني بقول ما هم 1 2 3 4 5 6 وتبر شو كان. بقول له لا، الحاله الاولى لحالها بس قيمتها واحد، الحاله الثانيه السيناريو الثاني بدي اسوي له قيمته 2، الحاله الثالثه قيمته 3، فكل وحده تعتبر منهم حاله مستقله قيمه واحده منفصله. بقول له واحد طيب وهي تقول لانتجر، وهي تقول لايش؟ لانتجر. فالافضل اني مش استخدم اف، هلا بصير استخدم اف دائما كل الجمل الشرطيه تحل على اف، ولكن الافضل انك تحل باستخدام ايش؟ سويتش اذا كان المدى منفصل ويقول لانتجر. فطلع شو بحكي للجهاز هون بعد ما ترسم مين، بقول له اعمل لي سويتش ستيتمنت بناء على التشويس تبعي. بناء على مين؟ على التشويس تبعي. بقول لي واحد طيب باجي هون بيجن وانت سويتش بناء على التشويس مش ستيتمنت سيسمنت. طيب شو الكيسز اللي عندنا؟ احنا فعليا عندنا كيس واحد، هاي كيس واحد، خليني اكتب الكيسز. وهي كيس اثنين اللي كيس واحد ضيف موظف جديد، وهي كيس ثلاثه اللي هو اعرض كل الموظفين وبدي اكون ذكي. فانا بدي احكي له كيس مثلا هلا واحد بقول لي ليش هلا بقول لكم ليش حطيت هاي كيس صفر طبعا، او خلينا نحطها بالتسلسل لوجيكلي يعني بروفيشنالي. الصفر خليها اول شيء، ما يحط الصفر اول شيء يعني كتسلسل هو هاي. بقول له واحد طيب وكيس ديفولت واحد بقول لي ليش حطيت زي هيك؟ هلا بفهمكم ليش حطيت زي هيك. انا بدي اقول له طلع بلا معي، بقول له اذا اخترت صفر يعني انه هون سيستم برنت لاين مثلا ثانك يو you exited the program او ended the program. هاي program بهذا الشكل. ودائما كل الكيسز بتحط وراها ايش؟ كل كيس من كيسز بتحط بريك لانه هنا ما في ريتم. هون بدي اقول له system.out.println خلينا نجي نحكي هون خط 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 بهذا الشكل. you مثلا selected to add a new employee. انت اخترت انك تضيف موظف جديد، وهي خط قاطع لها. خلينا ناخذها
هو بيستاي هيك، هاي كنترول سي، وراح اطيب، وهي هون بريك. هون بدي اقول له هاي بيست يو سيلكتد مثلا، اللي هو كان ثاني خيار احنا قلنا مش اد امبلوي، اللي هو شو اول امبلوي، يو سيلكتد شو اول امبلوي، يو سيلكتد مش تو اد، خلينا نقول يو سيلكتد اد نيو امبلوي. وهون خلينا نعدل هاي راحت الهواء مش هذا، اورجيكم بس المنيو كيف مبداها. حلو انك دائما تجي تشتغل هيك شيء مرتب. طيب والاخيره هون باجي احكي له بيست يو سيلكتد، خلينا نحكي هون تو ديليت ان امبلوي، تو ديليت ان امبلوي. انت اخترت الخيار تبع حذف موظف. هاي هون بدي احكي له بريك بهذا الشكل، دائما كل سويتش كل كيس عفوا في لها بريك بهذا الشكل. بحب انا دائما الكود يكون مرتب. اخر شيء الديفولت، واحد بيقول لي شو الديفولت؟ يعني انا كان داخل ضغط صفر ولا واحد ولا تدري ولا ثلاثة، دخل 10 او 9، فيش عندي خيارات في المنيو زي هيك. شو بجي بقول له هون؟ هاي بيست بهذا الشكل، بحكي له هون نو ساتش شورس، نو such choice، ما في عندي خيار بهذا القيمة. واحد بقول لي طيب، وبقول لي احط بريك، بقول له هلا كل الكيسز لازم تحط فيها بريك الا الديفولت اوبشنال، يعني لو حطيت او ما حطيت ما في مشكله. واحد بقول لي ليش؟ بقول له انه دائما الكيس اذا انطبقت تنفذ لحد ما يلاقي اول بريك. واحد بقول لي هنا ما حطيناش بريك، بقول له مثلا ما انطبقت ولا واحده من هذول، راح على الديفولت نفذها، ما لقى بريك بده يروح ينفذ اللي بعدها، ايش اللي بعدها مباشره اللي هي الاند. بينما هون مثلا لو كانت كيس 1 منطبقه ما في بريك، ما كنت حاطط بريك هون، راح ينفذ انه جمله الطباعه الاولى، وراح يروح ينفذ جمله الطباعه الثانيه هاي تبعت الكيس 2، وبعدين يسوي بريك. يعني اذا ما لقى بريك بصير يدخل على الكيسز الثانيه. طيب واحد بيقول لي حلو، تعال نشوفها هاي اف 6، لاحظ هاي المنيو تبعتي. فمثلا اجيت وقفت هون قلت له 1، هاي عشان اورجيكم مثلا اخترت الخيار 1، فطبع لي شو قال لي؟ قال لي يو سيلكتد اد اد نيو امبلوي، يعني انت فعليا لما كبست لي 1 انت حكيت اضيف موظف جديد. طب لو رجعت كبست كمان مره 1 شو برجع بقول لي؟ يو سيلكتد اد نيو امبلوي، مثلا انه انت اخترت انك اضافه موظف جديد. يعني هي وسع الشاشه عشان تشوف هاي 2 مثلا، قال لي انت سيلكتد تو شو اول امبلويز، مثلا 3 انه ديليت امبلوي. طب دخلت له مثلا 50 قول لي نو ساتش شويس، طب لو دخلت له 100 نو ساتش شويس. انت بيطلع لما اكبس صفر قول لي ثانك يو يو اكزيتد ذا بروجرام. شفتوا كيف عملت منيو بسيطه؟ حلو انك تسوي زي هيك. طبعا يعني حلو انت تبلش هيك ترسم منيو، تحط حواليها اطارات باستخدام مثلا اشارات الزائد او اليساوي، زي ما كنا نشتغل ايام زمان بالكونسول ابلكيشن، انه انت تتمرن تعمل ديزاين حلو او منيو حلو تجذب الناس للسيستم تبعك. طب قول لي واحد حلو، يلا تعالي نبلش هلا في درسنا. يعني انا اليوم سويت لكم هذا المثال عشان انتم تشوفوا معي انه كيف انا اسوي منيو واصير اختار الخيارات. فكر معي ولا معك دكتور؟ منيحه هيك المنيو؟ تمام تمام حلو. تمام حلو. وعلى فكره شكله ما فيش الا انا وانت صح؟ هاي بس انا وانت يا سيدي، خلاص هاي بنكمل انا وياك. اي سؤال بدك اياه بكر اسال. طيب هلا حلو، هاي تمام هلا هاي عملنا هيك احنا المنيو تبعتنا. الواحد طيب قول لي طيب بدي هلا اعمل اصير اضيف موظفين. هلا انا بدي اعمل الري تحمل قد ما بدي موظفين، اقدر اكبرها واقدر اصغرها. هلا زمان قول الواحد قول لي كيف كنا نعمل مثلا الري اف ام بي؟ كنا نيجي نحكي في عندي الري اسمها ام بي اسمها اي ار ار، مثلا اجي احكي زي هيك وتساوي نيو امبلوي مثلا اقول 5. هلا بقول واحد هاي اري، بقول له هاي صح 100% اري، بس هاي الاري حجمها من اول ما يبلش البرنامج لحد ما ينتهي ولابد الابدين قديش حجمها؟ 5 موظفين. طب احنا كواقع فعليا الشركات ما يعني ما في شيء عدد موظفين ثابت، ممكن يزيدوا ممكن يروحوا، يعني الاحتياجات دائما متغيره. فكان يقول لي واحد يقول لي طب اسمع معناته انا بحطها مثلا هاي الشركه بساله بقول له مثلا قديش اقصى حد ممكن؟ يقول لي 100، بقول له بحط له اياها 1000. بصير بس انت هيك فعليا هيئت اري مهيئه تحمل 1000 موظف. هلا بدك تصير تعرف مثلا بهاي الحاله بدك تصير تعرف مثلا هون انت مثلا فاريبل بدي اسميه لاست اندكس،
واحد بيقول لي طيب، بقول في البداية بكون قيمته سالب واحد، يعني ما عنديش ولا موظف. بقول لي طيب، قال له بس أصير أضيف موظف، بصير أحكي زيد على اللاست إندكس زيرو، ضفت كمان موظف زيد عليه كمان واحد، شو بصير؟ واحد. ضفت كمان موظف بصير مثلا تنين، ضفت كمان موظف بصير ثلاثة. هلا واحد برجع بقول لي شو يعني المقصود في اللاست إندكس؟ بصير لما أعمل اللوب يمشي على الأري، بقول له ما تمشي لللينث للألف، اللي هو عفوا 999 لأنه الإندكس ناقص واحد، بقول له امشي من صفر لعند اللاست إندكس، لعند الخانات اللي عبيتها. بصير هذا الحكي، بس هذا حكي مبني. أجت الجافا جهزت لنا إشي أذكى من هيك بكثير. واحد بقول لي إيش هو؟ قالت لك لا تعد تعرف أنت أري ثابتة، إنما أعمل أري دايناميك أو فليكسبل. واحد بقول لي كيف يعني؟ طلع اليوم تعلمكم شو هي الأري ليست. الآن بدي أحكي للجهاز ده أقول له أري، أري ليست. هلا الأري لاحظ إنه كتبت الـ A كابيتال. واحد بقول لي آه يعني هذا كلاس جاهز. هلا لما أعمل هون كنترول سبيس بطلع لي هون في عندك إشي اسمه أري ليست، في كلاس جاهز في الجافا إيش اسمه؟ الأري ليست. الأري ليست طلع شو الحلو فيها؟ بقول لك هون من يعني بالشرح تبعها انه انت هون بتعطيني ايه المقصود فيه، يعني زي اوبجكت بتحطه. واحد بقول لي طيب يعني عشان تفهم معي هاي الري ليست، تقول له انه نوعها من نوع امبلوي. ايش نوعها؟ يعني مهيئ الداتا تايب تبعتها امبلوي. واحد بقول لي احنا كنا نعرف الاري العاديه نكتب امبلوي اي ار ار، هون لا، الري ليست هي الري، هي كلاس جاهز من جافا، وهي انه يصير يحمل قد ما بدك امبلوي، مش حجم ثابت، تقدر تكبرها بتقدر تصغرها، تسميها ARR. اشتاها احط لها براكت. واحد بقول لي ليش؟ بقول له لانه من التعريف من البدايه شو حاكي للجهاز انه هاي ايش؟ الري ليست. هلا عندي عنوان في الذاكره اسمه ARR من مهيئ انه هو من نوع الري ليست، تؤشر على ايش؟ على امبلوي، لسه هو ما اشروا على اي موضوع، وتساوي نيو الري ليست. نيو الري ليست وسكر حل. بس هيك انا عرفت الري ليست. واحد بيقول لي طب ما حطينا سايز، بقوله ما إلها سايز، مش زي الأري العادية. يعني بالأري العادية هيك كنا نكتب، كنا نكتب employee، هاي دارت عشان أرجيكم مقارنة بيناتها. employee مثلاً ARR وحطونا بركس عشان أصرح إنه هاي أري مش variable، وتساوي new employee نفس الداتا تايب، وأحدد له هنا خمسة. هلا هاي أري عادية وهاي أري ليست، طبعاً هو اضطرد لأنه الاسم نفسه نفسه، هاي بحط واحد. يعني طلع هاي الأري العادية وطلع هاي الأري ليست. هاي هيك بالسنتكس تبعت الجافا، وهاي بالسنتكس تبعت الجافا هيك شكلها. هلا دائما واحد بيقول لي انا الافضل، انا بقول لك دائما افضل الري ليست. ليش؟ اول شيء حجمها مش ثابت، بقدر اكبرها واصغرها زي ما بدي، ما بستهلكش حجم كبير في الرام، يعني زي هاي انه على قد ما استخدمت على قد ما حجزت. هاي النقطه الاولى. ثاني شيء فيها اوامر جاهز بتريحني، لما بدي اضيف عنصر في امر جاهز عندي شيء اسمه اد، لما بدي احذف عنصر في عندي امر اسمه ريموف او ريموف اد، لما بدي اجيب عنصر بقول له جيت. هلا برجيكم مثال عليها، يعني اسلس لي واحسن لي من الاري العاديه. فهلا الغالبيه العظمى بيستخدموا الاري ليست، ما بيستخدموا الاري العاديه. الاري ليست مهيئه للاوبجكتس، الاري العاديه بتستخدمها مع البريميتيف داتا تايب. يعني كيف هو على البريميتيف؟ يعني بتحمل خمس ارقام، بتحمل خمس اسماء، بتحمل خمس رواتب اللي هي زي انتجر دبل سترينج فلوت. استخدم الاري عاديه لانه اوريدي بتكون انت عارف شو اللي بدك اياه. الأوبجكتس دائما استخدم معاها الري ليست. هلا انا هيئت موقع في الذاكره اسمه ARR يؤشر حاليا ولا على اي اوبجكت، انما بيقدر يؤشر قد ما بدك اوبجكتس بتعبي. هلا هو فاضي، ما في ولا اي اشكال، ما في عفوا ولا اي شو اسمه ولا اي عنصر. طب واحد بيقول لي طب حلو، هاي سوينا الري ليست، بقول يلا بدي اضيف عليها واحد. بقول تعال تكرم عنا، احنا المفروض امتى نضيف موظف على الاري ليست؟ لما يكبس اليوزر بالمينيو، يعني هاي عشان تشوف معي. هلا هون لما يجي يحكي لي مثلا اد نيو امبلوي، لما اكبس ايش امتى نضيف؟ لما اكبس واحد، يعني بلاج على كيس 1. هلا بقدر اكتب الكود هون، بقدر اكتب الكود وين؟ هون بصير اه بصير. بس انا بروفيشنال بروفيشنال بدي اعمل الكود بميثود، يعني اجزئ برنامجي وانظمه، فبدي اعمل ميثود اسمها اد نيو امبلوي واستدعيها بالكيس 1. فواحد بيقول لي طيب، بقول له طلع شو بدي اسوي. بدي انزل هون تحت، بدي اقول في عندي public، انا ضمن المين، فاستاتيك void مثلا ميثود اسمها add new ايش employee، ضيف موظف جديد. وشو اسمه، خلينا اوقف الرن هذا عشان ما نسهوش هون، انا بصيرش يضل الرن شغال. add new employee بهذا الشكل، وهي begin وهي end. كل واحد طيب،
طبعا هلا بقول واحد الريلست، بقول له اه الريلست وين عرفتها؟ عرفتها في المين، فهاي ليست اكسسبل، لا يمكن الوصول لها في ادمي ام بي. فواحد بقول لي طيب، بقول له هون راح نبعث تستقبل الريلست نوع ام بي طبعا او الريلست خاص. هاي خلينا نجيب لك، وهي هون اسمها اي ار ار، المفروض اصرح له هون ام بي اظن، اتاكد والله منها هي للتأكيد يعني حطت زيك الريلست امبلوي نوع بهذا الشكل. هلا هاي حطتها بهذا الشكل هون، هلا بدي اضيف موظف جديد. الموظف طب كيف بدي اضيفه؟ الحروف للريلست مش زي الاري العاديه. بالاري العاديه كنا مثلا نيجي نحكي عشان اضيف الموظف بدي اصير اقول له اي ار ار واحطه هنا براكت الموقع الفلاني مثلا، مثلا بموقع صفر مثلا لو كان هذا اول واحد دوت ست بنيم كذا 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 بصير. هلا انا اطلع شو بدي اسوي. الاري ليست حلو فيها الاوامر الجاهزه اللي بتسهل عليك هاي التعامل مع هاي الاري. فبقول لي واحد طيب، بقول اول شيء كبدايه بدي اعتبر في عندي امبلوي عادي اسمه اي ويساوي نيو امبلوي. نيو ايش؟ امبلوي. واحد بقول لي طيب امبلوي على الديفولت كونستراكتور زي ما شرحنا المره الماضيه. طبعا على الديفولت كونستراكتور بنشئ ايوه موظف زي ما قلنا على الديفولت كونستراكتور بنشئ موظف رقم سالب واحد النون راتبه 400 هيك حكينا المره الماضيه. قولي طيب انا ما بدي اياه هيك، بدي اليوزر يدخل بياناته. فبقول له هون سيستم دوت اي دوت برنت لاين مثلا انتر امبلوي نمبر، دخل لي رقم الموظف. خلينا ناخذها كوبي وبيست. هاي ها هاي هيك كبسه الهوم انا عندي خربانه. هاي بيست هاي بيست. هلا هون بقول له انتر امبلوي ايش؟ نيم. هون بحكي له سالري او اللي هو بيسك سالري احنا سميناه بيسك سالري بهذا الشكل. سالري بهذا الشكل. تمام؟ هلا عشان اقرا معلومات الموظف بصير اقول له اي دوت سيت النمبر بانبوت انبوت دوت نكست انتجر، الرقم انتجر عرفناه. هون عشان اقرا الاسم بقول له اي دوت سيت النيم، سيت النيم بانبوت دوت نكست نكست لاين، قلنا نكست لاين كامل بهذا الشكل. هلا هاي مش ضمن لوب، هاي مباشره ضمن مثل، فبقدر اقرا الاسم بدون ما احط اللي هي زي ما حكينا المره الماضيه انبوت دوت نكست لاين قبل منها عشان ما يصيرش في عندك اسكيب فيها، وشرحتها المره الماضيه. واخر شيء اللي هو ست السالري، ست السالري بانبوت بانبوت دوت ايش دوت نكست دبليو بهذا الشكل. هلا واحد بيقول لي طيب واللي هيك ضفت على الري، بقول له لا انت هيك انشات اوبجكت اسمه اي عنوان في الذاكره اسمه اي مهيئ انه يؤشر على امبلوي او يؤشر على كتله امبلوي، بعدين عبيت بالاي القيم اللي بدي اياها. هلا بعد ما عبيت الاي طلع كيف بدي اضيفه على الري ليست تبعتي، بقول له الاي ار ار تبعتي طلع شو حلو في عندي اوامر جاهزه. تقدر اد ضيف موظف على اخر موقع في الري، فانا الري فاضي فبضيفه فعليا اول وحده، او تقدر تقول له روح على الموقع الفلاني في الاري يعني بنصها بربعها باخرها باولها بالاندكس المعني ضيف لي الموظف اللي بدك اياه. فلاحظ ضمنيا فهمت امبلوي لاني معرفها انا من نوع امبلوي. فالان بقول له ضيف على اخر موقع، شو بقول له هون؟ اد فضيف الاوبجكت اللي انت انشاته الاي ضيفه على الاري، فبتصير الاري هاي مهيئه انها تاشر على الامبلوي الجديد. وهي هون بيطلع لك رساله جديده يعني من ناحيه جماليه هون سيستم سوري هون سيستم دوت اوت دوت برنت لاين بحط هون باك سلاش ان من ناحيه جماليه باك سلاش ان بحط هون خطوط بهذا الشكل يعني انزل سطر جديد. وهون سيستم دوت اوت دوت برنت لاين هون بحط نيو نيو ام لو ام لو اي از ادد يعني تم إضافة موظف جديد بهذا الشكل. هي علامتين تعجب. والواحد طيب هاي هون بحط سيستم دوت اوت دوت برنت لاين باك سلاش ام، هذا يعني عشان يعني بس هيك كديزاين انه سوناه. هاي هون يبعد عن المنيو لما يرجع يرسمها باك سلاش ام باك سلاش. واحد بيقول لي طيب هلا انا عملت بهذا الشكل مثل اسمها اد نيو ام بي اضافه موظف جديد، طلب انه دخل الرقم دخل الاسم دخل البيسك سيلر اللي بدك اياه كاوبجكت اي على اوبجكت اسمه اي، بعدين قلت له ضيف الاي على الاري تبعتي. لاحظ ما اضطريت احدد اندكس هون،
خلاص هي اوتوماتيكلي بتعرف انه ضيفه على اخر موقع، ضيف الاي اللي عبيته قبل شوي على الري، هو بصير هلا يعني فعليا هلا اول واحد وهو اخر واحد، لانه فيش حاليا عندي الا موظف واحد هلا، بس اضيف اللي بعده واللي بعده راح يجي ورا هذا العنصر، بصير هو الاخير وهذا بيكون الاولاني. هو حيقول لي طيب تورجيني هلا قبل ما اكمل هذه نيو ام بي لن يتم تنفيذها الا لما استدعيها. طب امتى بستدعيها؟ لما اليوزر يدخل لي تشويس قيمته واحد، يعني هون اجازه احكي له هون استدعيها عند كيس 1 وروح استدعي لي اللي احنا سميناها عفوا مش دي اد، هذه نيو ام بي وبعد له الاي ار ار حط سمي كله. هو الواحد طيب ورجيني ولا طلع ولا معي هاي الستة شغل السيستم تبعي، والواحد طيب قول له هي خلينا نوسع الشاشه والله بس عشان تشوفوا الماوس قول له يلا شو بدك تسوي، وانا بضيف موظف جديد فبكبس واحد وقول له انتر، قول لي يو سيلكتد اد نيو امبلوي، يلا شو رقم موظف؟ رقم موظف مثلا 5، شو اسمه؟ انبوت نيكست لاين فش على هلا بنحلها، دائما انتجر قبل انبوت نيكست لاين بعمل بريك، هلا بحلكم اياه، هلا اسمه بعتبره فاضي، اعتبره الانتر، حكينا هاي مشكله دائما نيكست لاين اذا وراها انتجر الانتر لما اكبس عند الخمسه انتر، الخمسة بتروح للانتجر والانتر بتروح للنكست لاين، فالنكست لاين هضمت الانتر تبعت الخمسة. فبقول له طيب بدي اشرح براتب 500 هلا بس عشان تشوف معي، هلا هو صار يحكي لي هي النيو امبلوي از ادد وشو اسمه ورجع رسم للمنيو، هلا هذا اعطيه صفر عشان اطلع، هلا بدي ارجع احل مشكله اللي هي النكست لاين. هاي حكينا النكست لاين اذا اجى قبلها، اذا اجى قبلها جمله قراءه من نوع انتجر عشان تحلها هاي بس قول له هون حط له هون انبوت input dot next line، هاي تهضم اللي هي الانتر اللي بعد الكبسة الانتر بعد ادخال الرقم الانتجر. يعني راح اقول كيف يعني هاي هون عشان تشوفوا والله معي، خليني اسوي هون هذه بدي اياها مسقها من ناحيه تنسق الامور هاي، تعال شوف معي هلا هون لاحظ بس هاي تضيف موظف جديد والله قديش رقمه؟ رقمه 10، شو اسمه؟ لاحظ هلا هون لان حطيت يعني دائما في مشكله بالنكست لاين، نكست لاين امر انبوت نيكست لاين اذا قبله انتجر، اذا قبله انتجر مش سترينج قراءه لانتجر لرقم، شو بتسوي الجافا لما تدخل القيمه الانتجر وتكبس وراها انتر، باخذ الانتجر وبحطه في القارئ والانتر يعتبرها ادخال ثاني للنيكست لاين. فانا حطيت هون اللي هي هون مش نيكست انتجر، هون بحكي له نيكست يعني في عمليه قراءه نيكست لاين ثاني، يعني حط عمليه قراءه ثانيه عشان تعمل ادجست او دايجست للانتر ثاني، يعني بمعنى اخر هاي للتاكيد مره ثانيه هون الرن هو لسه شغال. هاي وقت الرن القديم هاي شرحناها احنا المره الماضيه، هاي هون لاحظوا هاي واحد مثلا رقمه 15 مثلا اسمه باسم على سبيل المثال وراتبه مثلا 600 دينار او 6000 دينار ان شاء الله يا رب. هلا هيك لاحظ هاي وسع المنيو يعني عشان تشوف معي، صار يحكي لي انا شو بدك واحد والله ضفت باسم كذا كذا، وصار له نيو امبلوي زادت ورجع ايش سوى؟ رسم لي المنيو، ما طلع من برنامجي، ما بطلع من برنامجي الا ايش لما اكبس صفر. طيب واحد بيقول لي حلو حلو، طيب عشان طلع والله معي كتستنج انت من البدايه طلع والله شو بدي اسوي؟ من البدايه اول ما بلش الار بديش اياها تكون فاضيه يعني ولا واحد، بقدر اضيف عليها انا زي ما بدي، فطلع كتريك عشان لما هلا اصير اطبع يطلع عندي عدد منيح من الموظفين. لما عاد عبي لي 5 6 7 10 شو بقدر اسوي؟ طبعا شو بدي احكي للجهاز؟ بدي اقول له اي ار ار الاري تبعتي دوت اد دوت ايش دوت اد ضيف لي موظف. انا شو بدي اقول له؟ بقول له اعمل لي نيو امبلوي، اعمل لي نيو سوري نيو هاي كنترول سبيس نيو امبلوي، سوي لي البارامترايز كونستراكت. بقول له واحد طيب رقمه واحد، بقول له واحد طيب شو اسمه؟ اسمه علي طلال مثلا، قديش راتبه؟ راتبه مثلا 500. حتقول لي شو معنى هاي الجمله؟ قول له هون اول ما تنشئ الاريه بتنشئ فاضيه، بعدين اوتوماتيكلي ضيف لي فيها موظف بهذا الشكل، يعني انشئ لي اوبجكت من نوع امبلوي، لانه الاريه ليست ما بتقدر تضيف عليها قيمه عاديه، بتضيف عليها اوبجكت كامل. فضفت عليها موظف ايش معلوماته؟ واحد علي طلال راتبه مثلا 500 دينار، طيب حلو. ضيف لي مثلا اربع خمس موظفين او اربع موظفين خلينا نقول. ضفت الاول داخل هون بيست هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة تمام. بقول واحد طيب هلا هون ها هاي كتسلسل هذا اثنين ثلاثة أربعة، هذول بنحطهم عشان التستنج هلا لما نيجي نطبع. هون بدي أقول له مثلا مهند مثلا ياسر تمام وراتبه مثلا 900، هون مثلا خلينا نحط له صبية مثلا هاي هون
روان مثلا موسى على سبيل المثال قديش راتبها؟ والله راتبها 1500. وهنا الرابع مثلا بحطه مثلا منى احمد بهذا الشكل وراتبها مثلا 2500 بهذا الشكل. لو واحد بيقول شو معنى هاي القرية حجمها غير ثابت، تقدر تضيف عليها قد ما بدك، تقدر تحذف منها قد ما بدك، يعني تقدر تكبرها وتصغرها. في البدايه ولا واحد ضفت ولا موظف فيها، ضفت عليها اربع موظفين. دائما الاضافه على الاري ليست تضيف كاوبجكت، فانشات انا اوبجكت نوع امبلوي، اربع اوبجكت نوع امبلوي، كل ما انشئ واحد اضيف عليها فصارت هلا هاي تحمل اربع. هلا اوتوماتيكلي يعني هلا بقول واحد طيب هلا من لحظه ما عملت رن هاي اوريدي فيها اربع موظفين. هلا اذا كبست واحد سوري كبست 1 بوينت عشان يطلع خلاص بس 1 بوينت هذا مش انتجر، هذا سترينج صار زي هاي اجين هون هاي ستة. هلا هون بدي اقول له اذا كبست واحد هلا بضيف موظف مثلا بقول له هون ضمنيا هذا رقمه 5 اسمه بلا 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 راتبه مثلا 6000 دينار. هلا صار هيك عندي 6 موظفين. طيب واحد بيقول كيف؟ تعال نعمل اللي هو الخيار الثاني show all employees. هلا قبل ما اكمل خليني بضل اطلع عشان بضل عن شغال. هلا بتعمل كمان ميثود تعرض كل الموظفين. واحد بيقول لي طيب يعني هلا انا عملت ميثود اسمها add new employee بتضيف فيها موظف، بتعمل هلا ميثود تعرض كل الموظفين. هلا هون بدي ارجع احكي له public static هذا الشكل void مثلا شو بدنا نسميها الميثود show all employees مثلا هذا الشكل. وهي هون لازم تستقبل الري، فبدي احكي لهم الري ليست الري ليست اللي هي سميناها اي ار ار خلينا نحكي هيك بين وانت. طبعا الافضل دائما تصرح انه نوعها عشان تضلك على المضمون انه نوعها ايش؟ امبلوي. واحد بيقول لي ليش الافضل تحدد؟ لانه ممكن يكون في عندك كمان الري ليست ثاني، فانت عشان تحصر انه هاي لتبعت الموظفين بالذات صرح انه الاري ليست التايب تبعها ايش؟ امبلوي. طب واحد بيقول كيف بنعمل امبلوي؟ بقول له احنا المره الماضيه بكلاس اللي هو تبع الامبلوي عملنا احنا ميثود اللي هي تبعت ال مش بهذا الكلاس، عملتها بدرس 15. طيب ثواني هلا احلها هاي. درس 15 عملنا المره الماضيه اللي هي الهيدر هذا لا تبع الشعب الثاني، هي هذا اللي هو عملنا اللي عشان سهل الطباعه على اليوزر وننظمها. عملت اللي هو عملت جوا كلاس الامبلوي عملنا ميثود اللي هي البرنت تيبل تايتل وبرنت امبلويز كرو على اساس انه اطبع الامبلوي في له ترويسه. وهذا هاي سويناها المحاضره الماضيه، هاي خلينا ناخذهم من هون كوبي بيست على السريع، مع انه يعني المفروض انا اخذت تبع هذا الكلاس لانه هذا اشمل. هذا اخذهم كوبي بسكر هذا، بدي ارجع كلاس الامبلوي تبعي هون هذا احطه. يعني هلا صار في عندي كمان تو ميثود في كلاس الامبلوي، واحدة اسمها برنت تيبل تايتل اللي هي هاي ستاتيك عرفناها لانه بنعمل زي جدول منتظم انه اطبع فيه معلومات كل الموظفين، فترويجه الجدول ثابته للكل فعرفتها ستاتيك، بينما معلومات كل موظف تختلف عن الثاني. استخدمناها باستخدام برنت اف، هذا اللي اخذته في مبادئ البرمجه وشرحته انا المره الماضيه، اللي مش عارف يرجع يشوف الفيديو تبع المره الماضيه. طب قول لي واحد طيب مش فاهم، هلا فاهم شو هلا هون عشان اطبع كل الموظفين شو بجي بحكي؟ ولا اول شيء اطبع لي الترويسه، او خلينا نجي نحكي كرساله توضيحيه، او هون بدي احكي له احنا اوريدي حطينا رساله توضيحيه في السويتش. هاي هون بعدين سيستم زادت برنت لاين مثلا خليه يبعد سطر مثلا لتحت، اوريدي بكون حكي لك انه بدك تطبع الموظفين. هلا بما انه الميثود تبعت العنوان ستاتيك فبقدر اقول له هون employee dot print اسمه اخرين بلا عمل فيهم ريبل لانه ما اخذش هاي في عندي غلط هون ايش على هاي. هلا هون ما كانش بجوز عامل ريفرش هاي امبلوي دوت، شاف هلا عمل معمل ريفرش شاف البرنت تيبل تايتل. هاي برنت تيبل تايتل هلا بس عم رن تتذكروه اللي تبعت المحاضره الماضيه اطبع ترويسه جدول الموظفين. واحد بيقول لي طيب هلا عشان اطبع الموظفين هاي الري دائما لما بدك تتعامل معها بدك تعمل لوب يمشي من بدايتها لنهايتها. واحد بيقول لي طيب كيف يعني؟ انا بدي احكي له هون فور تمام انت الاي تساوي من اول خانه في الاري اللي هي الاندكس صفر لحد الاي اقل من الاي ار ار دوت لينث. واحد بيقول لي فيش في الاري ليست لينث ولا
في الأري ليست هي عملوها مميز عن الأري العادية، ما يعني حاولوا إنه نفس الكونسبت بس مش نفس المصطلحات عشان يميزوا الناس فيها. سموها سايز بدل كلمة لينث، سايز سايز تعادل يعني أو معناها كم من إليمنت. فعندي خمس عناصر أقول لك السايز خمسة، زي لينث كم خانة. بالأري العادية نستخدم لينث، بالأري الأري ليست شو نستخدم؟ سايز. هاي حاطينها في الجافا يعني عشان يميزوا، يخلوا الناس تميز انه هاي الري ليست مش الري عاديه. اللي صمموا الكلاس هيك سووا، هيك تسميتهم، فبدنا نمشي على تسميتهم. فلا هذا لو بيمشي من اول خانه في الري لحد اخر خانه في الري، الري هاي دايناميك. ولو حطيب بقول له تعال نشوف كيف بدي اطبعهم. هلا بدي اصير اجيب الخانه الاولى من الري واطبع معلوماتها. واحد بيقول لي طيب كيف اجيب الخانه الاولى؟ بدي اقول له طلع كده، اقول له هون بدي اجيبها. هلا هنا كنا نحكي له اطبع مثلا ARR of I مثلا بالاري العادية، كنا نحكي له ARR of I dot، قال له get the name get كذا get كذا. هلا لا طلع شو بحكي له، قال له ARR هاي الري ليست بدون ما حدد الاندكس. بقول له هنا get في عندي امر جاهز شو اسمه get، وبعطيه الاندكس اللي بدي اجيبه. فبقول له get في الموقع الاي الحالي. هلا هيك بكون جايب لي الاوبجكت كامل. مثلا عند اول لفه بكون صفر، يعني روح على الاي ار ار على الري تبعتي، روح على الاندكس صفر جيب لي الامبلوي الحالي، فبجيبه كامل. هلا عشان اطبعه بدون ما عاد اطبعه انا بايدي، اصير احكي له سيستم دوت اوت اطبع النمبر بعدين النيم وكذا، انا جهزت في كلاس الامبلوي من المحاضره الماضيه امر اسمه برنت امبلوي از رو. برنت امبلوي از رو بطبع كل معلومات الموظف اللي هو رقمه واسمه وراتبه وضريبته وصافراته وبشكل منسق ومرتب بهذا الشكل. فلاحظ هلا الفكره هاي انه هون عشان اجيب عنصر من الاري ليست، ما بحكي اري ليست في الموقع الفلاني، انما بقول له اسم الاري دوت جيت في الاندكس الفلاني اللي هو اي، بجيب الاوبجكت كامل. من الاوبجكت استخدم الميثود اللي انا بانيها رينج في ازرو. طب تعال نشوف مع بعض هاي اف 6. هلا لاحظ من البدايه قلت له بديش اضيف موظف ولا بدي اعرض كل الموظفين، فبكبس سنين وبكبس انتر. لاحظ هلا هون خليني اشوف، طبعا ما سواش شيء. ليش؟ لاني ما استدعيت الميثود، ما استدعيت الميثود. فبقول له طيب هاي صفر عشان اعمل اكزت ما يضر ان شاء الله. لان سويت ميثود شو اول بليز، بس انت لازم استدعيها لما اليوزر ايش يختار انه كيس كيس اثنين. فهون بدي اجي اقول له هون شو اول بليز. هلا هيك هاي اجين مره ثانيه استدعيتها الميثود. هاي هون بدي اجي احكي له اثنين شو صار، يقول لي اللي يو سيلكتد تو شو اول امبلويز، لازم يو سيلكتد شو اول امبلويز. لاحظ صاروا لي هاي الاربعه اللي انا ضفتها. طبعا الناحيه الجماليه المفروض طبعت هنا سبيس على اساس اوصل عن المنيو. واحد بيقول طب ثواني بقول له ما بدي اطلع، بقول له ولا ايش بدك؟ بدي اضيف موظف. هاي واحد بقول له يلا اضيف الموظف رقم خمسه مثلا شو اسمه، هاي باسم مثلا العكوش على سبيل المثال. قديش راتب؟ والله انا مصخبط، اعطوني مثلا هاي 700 ليره يا سيدي. هاي بريس انتر. واحد هلا صار يقول لي نيو امبلويز ادد، بقول لي واحد طب اثبت لي. بقول له تكرم عينك هاي على اثنين اطبع كل الموظفين. مين اخر موظف صار عندي في الاري؟ بس يعني لحظه اجين هذا ارجع اضيف كمان موظف، موظف رقم سته مثلا اسمه بلا بلا بلا، قديش راتبه؟ 666 دينار. هاي انضاف ادد. طب اعرض لي اياه هاي اثنين شو صار في عندي. لاحظ انه القائمه قاعده بتكبر. واحد بيقول لي كيف طبعت زي هيك؟ هذا شرحناه المره الماضيه انه كيف اطبع انا وانسقها باستخدام برنت اف، اعمل قائمه بهذا الشكل. هاي الموظفين تبعوني، هي اسمائهم، هي رواتبهم، هي ضريبتهم وكذا. بهذا الشكل نسقها. طيب بقول لي واحد طب بدي اطلع، بقول له اكبس الصفر، شو بسوي؟ بيعمل اكزيت. بكر معي ولا صعبه؟ معك دكتور، معك. حلو هيك النظام؟ تمام. طب وهي من ناحيه جماليه، من ناحيه جماليه خلينا اجي احكي لهم دائما بس تخلص طباعه اعمل سيستم دوت اوت دوت برنت لاين، انه هيك بس فاضي. هاي على اساس ايش يسوي؟ هاي باك سيشن، عشان بعد ما يطبع كل الموظفين ما تطلعش المنيو ملزقه فيهم، يبعدوا شوي عنهم سطرين يعني. طب والواحد حلو، هاي صرنا نضيف موظف، هاي صرنا نحذف موظف. والواحد طيب هلا بدي احذف موظف من خلال رقمه، يعني عمليه الحذف بدي اجي احكي لليوزر انه والله انت بدك تحذف موظف، قال له دخل لي رقمه، يعني الموظفين احنا بنميزهم من خلال الرقم تبعهم. بقول له واحد طيب، قول له تعال شوف هلا بدي اعمل ميثود تحذف الموظف من خلال انك تعطيه رقم وتحذفه. فبقول له واحد طيب تعال والله شوف معي بابليك ستاتيك فويد شو بدي اسميها؟ ديليت
ديليت employee باي نمبر. هلا انا حددت تعمدت احط باي نمبر على اساس لي هدف منها. واحد بيقول لي طب حلو حلو هون، طب بيقول لي بدك مين اللي يزود او كيف يعني ادخل رقم الموظف، ادخله في المين ولا ادخله في الميثود؟ بيقول له طب تفرق؟ بقول له طبعا تفرق، اذا بدخله في المين لازم ابعته للميثود، اذا بدخله بالميثود نفسها مش داعي ابعته من المين. واحد بيقول لي طب لا اسمع بدي من المين هو يدخل الرقم ابعته للميثود. فبقول له طلع كالتالي، فاول شيء الميثود هذا راح تستقبل الاري ليست نوع ايش امبلوي عشان احدد السنتكس عفوا التايب تبعها، اسمها اي ار ار، هي اول بارامتر راح تستقبله اللي هي الاري نفسها. بعدين بدها تستقبل انت اللي هي بدي اسميه مثلا نمبر اللي هو رقم الموظف اللي بدي احذفه، رقم الموظف اللي بدي احذفه. بقول له واحد طيب وهي بيجن وهي انتو، عملت بيجن وانت لها. فانا عملت مثل اسمها ديليت امبلوي باي نمبر، راح تستقبل من المين رقم الموظف وراح ايش هون تيجي تحديد والاري نفسها. بقول له واحد طيب والله انا عشان احذف الموظف، عشان احذف الموظف بدي اسير امشي على عناصر الاري واحد واحد واطلع عند الرقم هل موجود ولا لا، اذا موجود ايش اعمل له؟ اعمل له ديليت. طيب انا هون طلعوا شو بسوي، بدي اعمل لوب هاي فور هون، بحكي له هنا انت الاي تساوي من صفر دائما الاري بغض النظر شو كانت اري اري ليست، بدك تمشي من اول خانه لاخر خانه لحد الاي اقل من الاي ار ار مش دوت لينث في الاري ليست ايش اسمها دوت ايش دوت سايز الاي بلس بلس. هذا لو بيمشي من اول الاري لاخرها شو بدي اصير اسوي؟ بدي اصير اقول له روح على الخانه ثانيه، روح لي على الاي ار ار دوت جيت الاندكس الاي. هلا يعني روح جيب لي اول اوبجكت مثلا في الموقع صفر، جيب لي اول اوبجكت. هلا كيف بدي اشيك انه هذا اللي تحذفه ولا لا؟ بدي اقول له هون انه بدي اجي اقول له جيت اللي هو احنا بدنا الرقم تبعه الرقم. اذا كان يساوي 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 النمبر اللي بدي احذفه، اذا كان يعني هذا يعني الموظف اللي بدي احذفه يصير مش عليهم خانه خانه، اذا رقم الموظف الحالي يساوي الرقم اللي انا بدور عليه احذفه معناته مباشره. اول شيء عشان احذفه طلع كيف بدي احذفه، بالاري العاديه فيش حذف، الاري العاديه ما بتقدر تحذف في الاوبجكت انما بتفرغ محتوياته بس الاوبجكت بضل موجود. هلا هون في عندي اللي هي امر اسمه remove، وفي عندك remove، في عندك remove اللي هي من خلال انك تعطيه نفس الاوبجكت كامل او تعطيه الاندكس او تعطيه remove all شيلهم كلياتهم او replace all او كذا. هلا راح خلينا على الاوامر البسيطه. remove في الاندكس الاي الحالي انت بدك تشيله هاي وطبع لي كرساله توضيحيه سيستم اوديت برنت لاين مثلا employee is deleted، تمام انه تم حذف الموظف بهذا الشكل. وهي هيك من ناحيه ماليه السيستم دوت اوديت برنت لاين، هي يساوي يساوي هيك بهذا الشكل، وهي هذه سيستم دوت اوت البرنت لاين هي يساوي يساوي خط قاطع بهذا الشكل، وهي باك سلاش ان عشان يطلع من المنيو. هلا انا بصير امشي خانه خانه واصير اشيك على ارقام الموظفين في الاوبجكتس الموجودين في الاري. الموظف اللي تساوي رقمه مع الرقم اللي انا بعته احذف لي اياه واطبع لي والله الموظف انه انحذف، ما لا خلص مسويش ولا شيء. طب ثواني هلا بعدل يعني طبعا عندكم. راح يقول لي طب كيف بدي انادي هاي الميثود ديليت هاي؟ على افتراض قلنا راح نبعث له الاري راح نبعث له ايش؟ رقم الموظف. فبقول له واحد طيب حلو، وين الحذف بتم؟ عند الخيار الثالث عند البريك هاي. فلا هون انه انت بدك تحذف موظف. فهون بقول له قبل ما احذف موظف طلع شو بقول له هون. خلينا ابعده هون. بدي اقول له في عندي انت نمبر هو رقم الموظف اللي بدي احذفه. بعدين بحط له رساله توضيحيه سيستم دوت اوت دوت برنت لاين انتر امبلوي نمبر يو want to delete، دخل لي رقم الموظف اللي بدك تحذفه. لو حط طيب حلو، قال له هون النمبر نمبر الفاريبل اللي شو عرفته يساوي input dot next integer، لأن رقم الموظف integer احنا حطيناه. هلا صار المعطى الاول معروف عندي او المعطى الثاني هذا يعتبر، لان المعطى الاول هو الاري. فبقول له حط طيب، قال له هلا هون اسست عفوا هون بقول له روح استدعي الميثود ايش اسمها delete employee by number اوتوماتيكلي الجافا كملت عني صارت تقول له راح ابعث لك الاري وراح ابعث لك الرقم اللي دخله اليوزر. هم راح يحطوا في هاي السبتم
عشان تشوفوا معي. يقول له طيب ها هاي اثنين عشان تشوفوا حاليا عندي كم موظف؟ أربعة. لما هاي واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي هم علي ومهند وكذا. فقول له واحد طب اسمع اسمع تحذف أول واحد. هو تكرم عينك. شو الأمر اللي لازم تسوي عشان تحذف؟ بدك تختار من المنيو رقم ثلاث. فاختار رقم ثلاث اللي هو selected delete an employee. أنت اخترت بدك تحذف موظف. أعطيني رقم الموظف بدك تحذف. فقلت تحذف الموظف رقم واحد. دخلت رقم واحد. طبست أنت. شو قال لي؟ قال لي employee is deleted. واحد طب اثبت لي. قال له روح على أمر اثنين اللي هي show all employees. بس انتر. صار لما يعرض الموظفين بطل زي البداية. يعني واحد أنا بلش اثنين ثلاثة أربعة. اللي هو علي طلال راح. يعني واحد يقول لي هون في البداية لما طبعنا هي علي طلال هي موجود. بعد ما حذفت شو صار بعلي طلال راح. طب بدي أحذف كمان موظف. قال اختار ثلاثة. يعني أنت بمين يختار رقم ثلاثة بدك تحذف موظف. مين موظف بدي أحذفه؟ بدي أحذف آخر موظف اللي هو رقم أربعة. بس أنت شو قال لي؟ employee is إيش؟ is deleted. تم حذف الموظف. طب واحد يقول لي طب اسمع اسمع. يقول لي أثبت لي هاي تنين. لما عملت تنين يعني طباعة الكل. شو صف عندي من الأربع موظفين؟ تنين. طب واحد يقول لي طب بقدر أضيف موظف جديد؟ طبعا تقدر تضيف موظف جديد. تقدر تحذف موظف. هذا سيستم دايناميك. تقدر تكبر الأرية. تقدر إيش تسوي؟ تظهرها. طب واحد يقول لي طب اسمع لو حطيت ثلاثة. لا. أشوف تبدأ رقم موظف عشرة. هل طبع لي إشي؟ ولا إشي. ما يعني ما طبع إشي. فلاحظ أنا لما أجي أحكي له تنين ضلوا تنين وثلاثة يعني عندي. لأنه ما في عندي موظف رقم عشرة. هلا واحد يقول لي طب كيف بدي أقرر إنه مثلا إنه يحكي لي والله مثلا إنه إذا لقيت الموظف احذفه، إذا ما لقيت تقول لي ما في موظف بهذا الشكل. أنا بكل بساطة هاي تقدر تحط في مثل الديليت إنه هون خلينا نروح على الديليت. في عندك عفوا في أكثر من حل. الحل الأول إنه بتصير تقول له هون اعمل ريمو واعمل بريك لل أو بلاش خلينا أو هي خلينا حل الدنيا. هاي هون بوليان مثلا واحد يقول لي شو هاي؟ قال عشان تشوف معي deleted. بعدين deleted هذا فلاج بحكي انه الموظف تم حذفه من البداية. ايش بكون؟ false. انه انا ما حذفت موظف. يقول لي طيب بقول له هلا اذا حذفت موظف انت اللي حذف موظف هون يعني دخلت جوا الاف ستيتمنت. فبقول له هون deleted تساوي ايش؟ true. يعني تم حذفه. فواحد يقول لي طيب فبقول له هون بكل بساطه بس تخلص اللوب. هلا اذا حذف راح تصير ديليتد ترو راح يكون طبعا على الشاشه امبلويز ديليتد. طب اذا ما انطبقت ولا اف ستيتمنت شو راح تضل قيمه ديليتد؟ فولس. بقول له اذا كانت ديليتد تساوي فولس بهاي الحاله يعني ضلت فولس اطبع له هون كرساله توضيحيه سيستم دوت اوت نو employee is deleted أو الموظف مش موجود لأنه رقمه مش موجود. بعد حط له employee is deleted أو خلينا نحكي هون خلاص no employee is deleted. تعال نشوف هاي السكة مثلا بأحذف موظف على قبل ما أحذف هاي التنين هاي كل الموظفين اللي عندي اللي هم الأربعة هذول. قول له واحد طيب اسمع هاي جيت قلت له يلا عند خيار ثلاثة بدي أحذف موظف قلت له رقم عشرة شو صار يقول لي هون ورحنا no employee is إيش ديليتد. انا عشان هيك كنت احط الشحطات والسبيسز عشان اميز وين صار. طب واحد بيقول لي طب اسمع بدي ارجع هون بقول له وقفت هون بدي ارجع احكي له كمان مره ثلاثه يعني بدي احذف موظفين بقول له بدي احذف الموظف رقم اثنين بس هيك بس اثنين صار يقول لي هي امبلوي از ديليتد. شفتوا شو ميزت لما تحط اللي يساوي انه بصير يميز اليوزر وين راح. طب ارجع عرض لي كل الموظفين هي لاحظ عرض واحد مش اثنين واحد ثلاثه اربعه. هي هيك سيستم كامل تقريبا. راح ارجع المحاضرة الجاية اكمل على نفس هذا الموضوع ازيد خيارات اضافية اللي هو مثلا نبحث عن الموظفين نرتب الموظفين نعرض موظفين رواتبهم فوق هالقد تحت هالقد هدول راح اكتفي. بكر الله يعطيك الف عافية. الله يعافيك عمرك دكتور. في اسئلة اشي؟ سلام دكتور. راح اكتب له حدود ان شاء الله انه بس تكون وصلت واضحه المعلومه. طبعا ان شاء الله يوم برجعهم مع يضلوا الامور تمام. بقطع فين بكره الصوت النت معلش دكتور بحكي لك اليوم براجعهم مع الاولانيات اللي لسه ما شفتهم وهيك الامور تمام يعني واضحه ان شاء الله. الله يعطيك الف عافيه و والله بشوفك بكره على خير ان شاء الله. ان
شاء الله دكتور، الله يعطيك ألف عافية. الله يعطيك ألف عافية. سلام.